أخدت بالي. ما خدتيش بالك. طيب هنبدأ بالصفحة دي المرة الجاية الهوم ورك. طيب في سؤال مهم أوي 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 يا رودي، انت كنت عاملاه غلط. هو بيقول لك ايه السؤال اللي انا فاتحاه ده؟ How long is the celebration؟ How long is the celebration؟ يعني انا بسأل على المدة اللي هيستغرقها السليبريشن. اوكي، انا مش عايزه اقول لك هو من كام لكام، انا مش ده السؤال. السؤال how long، يبقى انا بسأل على المدة اللي هيقعد فيها السليبريشن. اوكي، لما انت كتبتي لي long of celebration from 4 p.m. to 7 p.m. هقول لك على حاجة، ممكن مدرس يعديها لك وممكن مدرس تاني يقول لك لا. تمام، طب خلينا هي احنا ليه ما غلط نسيبش بقى؟ لحد فرصة. هي ليه غلط بقى؟ هي ليه غلط؟ ليه غلط؟ لان انا عايزة المدة اللي هو بيستغرقها، مش من امتى لامتى. يعني مثلا اقول لك ايه 2 hours 3 hours، انا عايزه المده اللي هتقعد، اللي هو مده السليبريشن. ما سالتكيش هو هيقعد من كام لكام. تمام، فانا عايزه مثلا من 4 to 7 p.m. يعني 3 hours. تقولي مثلا it will be 3 hours. تمام، هو هيبقى مدته 3 ساعات. هو طبعا السؤال ده مش مباشر، وما اعتقدش ان هو هيجي بالشكل ده اصلا في الامتحان. يعني الامتحان بيجيبوا حاجات مباشره اكتر من كده شويه، بس عموما خليكي عارفه وفاهمه ان هاو لونج المده او الطول اللي هو هيستغرقها الاحتفال. تمام، اعتقد يا رودي دي بس اللي كانت هوم ورك، وده طبعا كده يبقى حاجه حلوه جدا. صح صح يا رودي، أي يبقى كده حاجه بسيطه جدا هي اللي كانت غلط، نقطه بسيطه جدا، ودي ما ممكن تكون ما عدتش عليكي قبل كده. تمام، تعالي نفتح الكتاب بتاعنا. الكتاب بتاعنا اخر حاجه كنا واقفين عليها الصفحه دي 170، هي دي اللي كانت هوم ورك يا رودي. اوكي، تعالي النهارده ناخد اللي هو ليسون 2 surprising discovery. surprising discovery يعني ايه surprising discovery؟ ها يعني مدة ال discovery معاكي برو، اكتشاف عظيم. اكتشافات مدهشة أو اكتشافات عظيمة، بس surprising اللي هي مفاجأة، اكتشافات يعني فاهمة فجائية. طبعا هي مش مفاجأة، لا يعني هو لما شافوها اتفاجئوا أو اندهشوا، خليها اكتشافات مدهشة. تمام، طيب تعالي ناخد الكي فوكابتوري. اقري لي بقى كده الكي فوكابتوري يا رودي. play advanced Advanced. Advanced يعني ايه advanced؟ يعني مستوى متقدم. تمام، advanced. تمام، يعني لما انا اقول لك advanced course، advanced course يبقى الكورس ده مستوى متقدم مثلا. تمام، archaeologists archaeologists اللي هم علماء الآثار. collaborates sculptures sculptures sculptures، قولي ورايا يا رودي sculptures. ليه بقى collaborates sculptures دي؟ يعني التماثيل المنحوتة، التماثيل اللي هم بينحتوها. تمام، اسمها تمام. ايه؟ sculptures sculptures، البي بننطقها خفيف قوي sculptures sculptures، تحس ان احنا كانها مش باينة. تمام، وبعد سكالبتشرز كده ال T U R E S دي بتبقى تشيرز تشيرز، يبقى سكالبتشرز. تمام، تمام. يلا قوليهم بقى من الأول. play advanced 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 yes advanced archaeologists yes Phyllis Bellows sculptures 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 المنحوتات أو التماثيل المنحوتة، و Surprising surprising. Surprising تمام، يلا الناحية التانية.
farming lot. farming tools. farming tools جاية من كلمة farm. ماشي يا رودي، لو انت بصيتي على نصها هتلاقي نصها farm. farm ده اللي هو المزرعة، تمام. farming tools يعني أدوات الزراعة. حلو كده، يلا inspiration inspiration اللي هو الإلهام. inspiration يعني اللي بيكتب مثلا، بيكتب poetry أو مثلا بيكتب مواضيع زي الاسس أو الحاجات ديت، هو بيقولك أنا عايز ال inspiration، عايز الإلهام يجيلي، صح؟ مش بيقعدوا اللي بيكتبوا novels و poetry والحاجات دي، يقولك أنا عايز ال inspiration، أنا عايز الإلهام. يبقى اسمه إيه؟ inspiration. يبقى farming inspiration. tools inspiration. complicated. complicated يعني حاجة موضوع معقد أو متشابك. complicated زي مثلا it is a complicated subject. it's a complicated subject، ده الموضوع ده موضوع معقد، تمام. يبقى الدرس ده farming tools معقد أصلا يا مس. مش معقد ولا حاجة يا رودي، ما فيش حاجة معقدة. farming tools inspiration complicated style discovery. يلا يا حبيبتي من الأول كده بالراحة، وإن شاء الله بإذن الله هتعرفي تنطقي. play أهي أوكي. advanced 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 archaeologists yes cultures. cultures لا اولها اولها اس sculptures. sculptures والسي هنا بننطقها ايه؟ لو خدتي بالك السي مش الاس، السي سكا سكا sculptures. يبقى انا السي نطقتها ايه يا رودي؟ نطقتها سي زي ما هي ولا نطقتها حرف الكي؟ عملت عملت ساوند كي، قلت سكا سكا sculptures. sculptures يبقى السي لما بيجي بعدها حرف اليو او بيجي وراها حرف الاي، خلي بالك، او بيجي بعدها، يعني هي 3 حاجات، يا بيجي بعدها حرف الاي زي في كات بننطقها كي، يا السي بيجي بعدها حرف الاو بننطقها برضو كي، يا اما بيجي بعدها حرف الايه بتاعتنا النهارده، حرف الايه اليو برضو بننطقها كي. عشان كده انا قلت سكا سكا sculptures. عرفتيها بقى جت ازاي؟ يلا تماثيل cultures يس rebranding برافو عليكي. farming lots tools farming tools أدوات زراعية. farming tools tools inspiration inspiration. برافو عليكي. inspiration yes complicated complicated complicated. complicated com ايه complicated complicated yes. شفتي خدتي بالك من السي نطقناها سي ولا نطقناها كي؟ okay. في complicated. ايوه كده نطقناها الساوند كي complicated. complicated yes sly yes discovery yes extra vocabulary. humans. humans humans quality. quality quality اللي هي الجودة. culture ثقافة. west west Africa اللي هي ايه؟ غرب أفريقيا.
sitting position وضع. بالراحة. طيب عشان أعرف طب حلو. هقولك على حاجة، يقرا كلمة كلمة تقريها ورايا، يا اما انا اقراهم على بعض تركزي فيهم وتقريهم بعد كده مرة لوحدك، تحبي ايه؟ لا نقولهم، تقولي وانا اقول وراكي عشان ابقى فاهمة. طب تمام يا روحي. اول كلمة humans، humans quality، quality كواليتي اللي هي الجودة، تمام؟ لما بتشتري حاجة بتبقى فيها جودة معينة، الجودة اللي احنا بنطلبها دي اسمها كواليتي، تمام؟ تمام. culture اللي هي ايه؟ الثقافة ثقافة، تمام. يبقى احنا كده قرينا اول 3 كلمات، اول the first 3 words، اقريهم كده اول 3 يا رودي. humans yes quality yes cultures برافو عليكي. West Africa أفريقيا، برافو. sitting position، sitting position أيوة اللي هي وضع الجلوس. incredible، incredible يعني حاجة مدهشة. incredible، واحدة يلا يا روحي واحدة واحدة ما تخافيش. incredible برافو عليكي والله يا رودي، هايلة هايلة هايلة. طيب اقري كده الثلاثة التانيين لوحدك. سهلين. West Africa اوكي. strings sitting مش الميز بتقولك sit down، مش بتقولك sit down. sit down sitting يعني ايه؟ ايوه sit يعني اقعدي. طيب station sitting position اللي هي وضعية الجلوس. sitting position yes sitting incredible yes برافو عليكي. الجزيرة نيجيريا، نيجيريا، نيجيريا تمام. ايرون، ايرون اللي هو الحديد. يلا يا رودي، ايرون، ايرون تمام. واخر حاجة خالص اوبجكت، اوبجكت دي اللي هي الاشياء، اي حاجة حواليكي ممكن تقولي عليها اوبجكت او اوبجكتس، تمام. اوكي دول سهلين شوية. أي طيب الناحية التانية ايه كده يا رودي؟ قلتي اوكي لحظة اوكي works of art تمام. works of art اللي هو أعمال فنية، works of art، تمام. لحظة if أيوة if if people، for أيوة the western desert the western desert، تمام، الصحراء الغربية. similar، similar تمام، متشابه. civilization، ايوه برافو عليكي، قولي بقى. civilization excellent، برافو عليكي. civilization، civilization اللي هي حضارة. mystery برافو. knock نق نق، قرية اسمها نق، تمام. واخر كلمة خالص almost، هايلة يا رودي هايلة والله. حاولي انت بس تقري مع نفسك مرة واثنين وثلاثة، هتلاقي الكلمات بتيجي معاكي. برافو. طيب عندي ال verbs agree، لما انا اقولك I agree with you يعني ايه؟ I agree with you، متفقة معاكي. يبقى كلمة agree ان انا متفقة او حاجة مقبولة. agree بالباست بتاعها يبقى ايه؟ agree agreed. believe، lived yes. go، went
Excellent. طيب important expressions and prepositions. يلا يا روجي كده حاولي تقري ال expressions اللي عندنا. A team of in the Yes. team تاني Style in the same style يعني بنفس النمط على نفس الشكل. In the same style. form around Yes. for Come from. تمام. learn about Yes. angry with Yes. writing Written information information about about كتب معلومات عن حاجة. ايه بقى الموضوع عن النهاردة؟ تمام، اللي هو listening and reading. A surprising discovery. A surprising discovery اللي هو ايه يا رودي؟ لا استني، لا لا لا، ده في صفحة اهي. لا طيب تعالي هنا نعمل البوب كويز اون فوكابتر اللي احنا خدناها الاول. يبقى farmers use iron for farming، بيستخدموا الفلاحين بيستخدموا من الحديد علشان يزرعوا. tools ولا pens ولا toys ولا games؟ الفارمرز بيستخدموا ايه؟ فين دي؟ فين دي؟ اهي حبيبتي page 172. فارمر يوز ايرون تولز تمام، بيستخدموا أداة من حديد for farming عشان يزرعوا. تمام. طب number two، we should be proud. احنا لازم نكون proud. احنا قلنا proud يعني ايه؟ proud of يعني ايه؟ proud of. فخورين بي we should، بتقولي يا رودي؟ مش انتي بتقولي ايوه معنى برافو براود عليكي، ده صح صح فخورين صح بيه صح برافو عليكي. we should be proud of our countries. احنا لازم نكون فخورين بحاجة خاصة ببلدنا. يبقى our countries ايه؟ our countries تلفزيشن air مثلا. تلفزيشن civilization. تمام، قلنا civilization يعني ايه يا رودي؟ civilization يعني ايه؟ لحظة تمام، خدي وقتك، take your تلفزيشن time. civilization وليش اسمعي تاني Yes. كده Civilization حضارة. كلمة civilization يعني حضارة. يبقى احنا لازم نكون فخورين بحضارة بلدنا. تمام، يبقى we should be proud of our country's civilization. تمام. Type number three is a type of earth that is sticky and when wet. نوع من أنواع الأرض بيبقى sticky. sticky يعني لزج كده. when wet لما بيتبل، يبقى هو اللي هو الكلاي. تمام. طيب الدرس بتاعنا النهارده surprising discovery، اكتشافات مذهلة. almost 100 years ago local people in the small village of Nok in Nigeria, a country in West Africa, found some unusual objects under the ground. تمام، يعني دلوقتي كانوا في ناس من 100 سنة تقريبا كانوا عايشين في قرية صغيرة في نيجيريا. القرية دي معايا يا رودي؟ ايه طيب اوكي خلاص. يبقى احنا كنا بنتكلم عن كان في ناس في قرية صغيرة small village اللي هي قرية صغيرة
كان اسمها ايه القرية الصغيرة دي يا رودي؟ نوك. برافو عليكي. نوك دي الناس هناك في القرية ديت عملوا ايه؟ found small unusual object. found some unusual object under the ground. شافوا ايه بقى؟ او لقوا ايه؟ إيه، تماثيل. تمام. found small unusual object under ground. لو حاجات اشياء كده غير معتادة تحت الأرض. These objects هذه الأشياء were beautiful clay sculptures of humans. لو إن الأشكال دي عبارة عن منحوتات sculptures قلنا يعني إيه؟ sculptures منحوتات يعني حاجات منحوتة، تماثيل منحوتة يعني. sculptures of humans منحوتات لبني آدمين، تمام؟ كانت beautiful كانت جميلة وكانت معمولة من الكلاي. كلاي اللي هو الصلصال. الكلاي هو تمام. The sculptures were all in the same style. كل المنحوتات ديت، كل التماثيل دي كانت كلها بنفس الستايل، بنفس الشكل. They had large eyes، عندهم عينين كبيرة. And complicated hairstyles، وستايل كده للشعر complicated كده معقد كده. They were usually in a sitting position، وكلهم كانوا في وضعية الجلوس كلهم. With their hands on their legs، كلهم كانت ايديهم على رجليهم، حاطين الايد على الرجلين. The quality of the رافعين work ايديهم was، لفوق، نعم يا روحي. رافعين ايديهم لفوق. إيه بص، ما تبصيش على الصورة، خليكي في الكلام اهم. هم قالوا with their hands on their legs، يعني احنا خلينا مع الكلام احسن. تمام، يقولك ايه with their hands on their legs، يبقى ايديهم كانت على ايه؟ على رجليهم. رجليهم. تمام، بلاش الصورة عشان الصورة هتلخبطك. يبقى كانوا كلهم في وضعية الجلوس sitting position with their hands on their legs. تمام، the quality of the work was incredible. The quality of the work was incredible. قلنا يعني ايه quality؟ كواليتي يعني حضارة. لا، كواليتي يعني الجودة. الجودة بتاعة الشغل was incredible، كانت مدهشة، يعني الشغل كان معمول بطريقة مدهشة، يعني كانوا كلهم الفينيشنج بتاعهم والشغل بتاعهم كان رائع. تمام، طيب ايه تاني عندنا؟ A team of archaeologists went to the area to find out more. فريق العلماء الآثار دول راحوا تاني لنفس الاريا علشان يطلعوا find out more، ان هم يلاقوا ايه اشكال من دي اكتر. So they found many similar sculptures in an area of hundreds of kilometers. هم وجدوا similar sculptures يعني نفس المنحوتات أو منحوتات متشابهة in area في مساحة of hundreds of hundreds of kilometers. على بعد إيه؟ على بعد إيه؟ 100 kilometers around Nook. 100 kilometers يعني إيه؟ مئات الكيلومترات around Nook، حوالين البلد اللي كان اسمها Nook. There were also iron and stone farming tools. لقوا ايه كمان يا رودي؟ لقوا ايه؟ لقوا ان في ادوات حديدية، تمام؟ ادوات حديدية. There were also iron and stone. stone ده اللي هو الحجر. farming tools ادوات زراعية معمولة من الايرون الحديد والصخور stone. تمام؟ The تمام. archaeologists agreed these were most likely from a very advanced culture from around 500 BCE to 200 CE. It was a civilization which had the ability to work iron and stone to make tools and which made beautiful art. تمام؟ يبقى هنا هما بيتكلموا ان علماء الاثار، تمام، اتفقوا ان الاشكال اللي هم لقوها دي تدل على ايه؟ ان كان في advanced culture يعني كان في ثقافة متقدمة جدا. تمام، from around في حدود الوقت اللي كان ما بين 5000 سنة قبل الميلاد لحد 200 سنة ميلادية.
It was a civilization. يبقى كانت civilization. قلنا what the meaning of civilization. ممكن تسأل سؤال تاني؟ What the meaning of civilization. سيدي أكبرها لك. Civilization أهي. أهي. حضارة. Civilization اللي هي الحضارة. تمام. يبقى إيه تقول civilization حضارة. Which had the ability to work iron. اللي هي كان عندهم حضارة اللي هي سمحت لهم أو خلتهم إن هم يقدروا يعملوا iron and stone. يدمجوا ال iron وال stone to make tools. يعملوا منه أدوات. And which made beautiful art. وخلاهم يصنعوا فن جميل. يبقى هما كان عندهم advanced culture. Advanced culture. وكان عندهم ايه civilization. ده المهم في الموضوع ده كله. ان احنا عرفنا ان البلد دي كانوا عندهم civilization. كان عندهم حضارة. و advanced culture. اللي هي قلنا الثقافة المتقدمة. ماشي؟ ماشي يا روجي لحد هنا؟ بس تمام. تمام. They called this culture the Nok civilization. سموا الحضارة ديت اللي هي Nok civilization. زي ما احنا عندنا كده حضارة قدمائنا المصريين صح؟ أي هما برضو سموا الحضارة ديت اللي هما لقوها Nok civilization. After a village where sculpture were found, some believe that the sculpture were the inspiration. كلمة inspiration يعني هما المنحوتات دي جات منين؟ من inspiration يعني من الإلهام. For the famous works of art by the later if people. يعني المنحوتات ديت كانت جاية من الإلهام. الإلهام بتاع إيه؟ famous works أعمال مشهورة لفنانين أو أعمال مشهورة من الفن by the later اللي هم الناس الأولانيين اللي كان اسمهم if people. تمام؟ خلاص؟ طيب الناس دول who were in Nigeria. الناس كانوا قاعدين فين اللي هم الايث بيبول دول. ايث بيبول who were in Nigeria. كان الناس دي عايشة في نيجيريا from the 11th 15th century CE. من القرن ال11 للقرن ال15. كلمة century يعني قرن. تمام. وممكن نرمز للcentury بالسي لا CE قبل الميلاد او بعد الميلاد. تمام. تمام. أو ميلادية. سي إي دي ميلادية. Century CE. The if were famous. The if were famous. الناس اللي كان اسمهم if دول كانوا famous. كانوا مشهورين. For making beautiful. لحظة واحدة. أمسح بس الخط ده. إيه الخط ده تحتها إيه؟ metal. Metal sculptures. أوكي. ايوه بس مت شادي صح. بس هو مش راضي يمسح عندي ايه بس حته خلاص. The if were famous. هم كانوا مشهورين for making beautiful metal sculptures. ان هم كانوا بيصنعوا تماثيل معدنية of human heads للرأس. however there is no written information about the Nok people. ولكن لا يوجد أي معلومات مكتوبة عن الناس اللي هم كانوا اسمه اللي هم كانوا قاعدين في قرية نوك. So we can only learn about them from their art. فبالتالي احنا هنتعلم منهم او هنعرف عنهم بس من خلال الفن بتاعهم. دي الحاجه الوحيده اللي احنا يعني موجوده من الاثار بتاعتهم او الحاجه اللي احنا نعرفها عنهم الارت او السكالتشرز اللي هم عملوها. Their culture is still a mystery today. ما زال الكالتشر بتاعتهم الثقافه بتاعتهم a mystery today. ما زالت ايه؟ غامضه. mystery لحد النهارده. يبقى الصف تمام. بتاعهم ما زالت غامضة حتى النهاردة أو ما زالت أوكي. الموضوع يمكن يكون صعب شوية تقيل شوية. طيب بس هو في النهاية ما فيهوش حاجة صعبة. Which two cultures are mentioned in the text. إيه الثقافتين اللي كانت مذكورة في التكست. ف the Nok and Eve cultures. أوكي. علي كده نشوف نسيب الموضوع ده كده خلاص ونشوف لو في أسئلة تانية عليه. خلاص الدرس الجرامر بتاعنا النهاردة هو حاجة دي خلاص. الموضوع كده الأولاني دوت خلص اللي هي surprising discovering ده. الدرس بقى بتاع الجرامر بتاعنا النهاردة وجايز
معايا؟ طيب معايا. طيب الدرس الجرامر بتاعنا اسمه ايه بقى يا روزي؟ العنوان بتاعنا النهارده ايه؟ مش باين. الباس، the past simple tense. The past الشيرب simple tense اللي هو ايه يا روزي؟ مش باين. الشيء مش باين؟ طب جاوب. يا روحي the past simple tense. تمام تمام معايا؟ ايه معاك. هو ال past simple tense يا روحي؟ يلا يا ايه روحي امتى ايه هو ال past simple ايه هو ال past simple tense؟ I be he و she و it باسم مع اسم بصي مفرد يا روجي، it has و بصي يا روجي، بصي يا روجي، اسمعني يا روجي كويس. بصي يا روجي، اي حاجه عملتيها وخلصتيها خلاص هو ده ايه حصل باست سنتنس. اي حاجه عملتيها وخلصتيها تمام يبقى بنحطها في الباست سمبل تنس. يعني ايه؟ يعني واحده خلاص طبخت، واحده خلاص ذاكرت، انتهت، انت بتعمليها لحد خلصتي الحاجه اللي كنت بتعمليها، بنحطها في الباست سمبل تنس. بمعنى حاجه عملتيها امبارح نحطها في الباست سمبل تنس، حاجه عملتيها النهارده الصبح وخلصتيها نحطها في الباست سمبل تنس، حاجه عملتيها من شهر فات هنحطها في الباست سمبل تنس. ايه هو الباست سمبل تنس ده بقى؟ السمبل تنس كل الضمائر مع بعضها كده كلهم بيتعاملوا نفس المعامله، عشان بس ما تقوليش ايه الغلط بالجمع. تمام، كلهم بنحطهم في ايه؟ في الباست تنس لو الحاجه دي خلصت خلاص. طيب بنعمل ايه بقى؟ بنعمل ايه؟ سيرت سيب تو بيعمل. خلينا في الافعال، الافعال بتقول ايه؟ بنحط في الفيرب اخره دي يا اي دي يا اي اي دي، نبقى حاطينها في الباست. تمام، يعني انا مثلا عندي كلمه ردي معايا لحظة كده، خليكي معايا لحظة، سامعني؟ خليكي معايا لحظة. كده هتلاقيه أوضح، تمام؟ هتلاقي صوت أوضح، تمام؟ فانت عندك كلمة كوك، كوك يعني طبخ أو طبخت. أنا هاجي على كوك هنا هعمل إيه؟ هزود إيه دي، يبقى كوكد. يبقى أنا أقول مثلا إيه؟ I cooked the dinner، معناها إن أنا طبخت الإيه؟ العشاء. تمام، يبقى أنا خلاص طبخت وخلصت، يبقى I cooked the dinner. طيب يبقى إحنا زودنا هنا على الفيرب بتاعنا الإيه؟ الاي دي، يبقى احنا بنزود يا دي يا اي دي يا اي اي دي، يبقى كده حولنا الفيرب للباست. طيب انا عندي كلمه واش، عارفه يعني ايه واش؟ يعني بغسل، مثلا بغسل الاطباق. تمام، يعني نحط كده واش ان ذا باست، عندي واش، واش ماي تيس، واش ماي فيس، واش ذا ديشز. تمام، الكلمه دي ازود عليها ايه يا روجا عشان تبقى باست؟ ايدي تمام، تبقى واجد. حلو كده. طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا الفيربس، خلي بالك ان في فيربس هحط عليها ايدي، وفي فيرب لو اخره ايه فانا هزود دي اونلي، هعمل ايه؟
هزود دي only. I will add دي only the letter D. يبقى أنا عندي أزود ED. They watch بقت watch it. يا عندي change آخرها E فأزودها ED تبقى change it. يا إما أنا عندي cry بيعيط فآخرها Y بخليها AIED تبقى cried. يبقى دلوقتي يا رودي أنا بعمل إيه على الفيرب عشان يبقى in the past؟ نزود له اي دي او دي او اي اي دي. حلو برافو عليكي. بصي الاكزامبل بتاعي they listened to stories. they listened to stories هم قعدوا يسمعوا القصص. لما بتشوفي الفيرب كده خلاص في الباست تعرفي ان هم عملوا الحاجه دي وخلاص الحاجه دي خلصت انتهت. تمام they listened to stories. طيب ما تيجي كده يا رودي بما انك كده بنت شاطره كده وقروبه تحطي لي كده جمله تجيبي جمله كده فيها verb in the past. لحظة اوكي تيك يور تايم. We went on a vacation last year. حلو أوي. we went on a vacation last week. حلو أوي. طب أنا بقى هسألك سؤال، يبقى هل معنى الجملة اللي أنت قلتيها دي يا رودي إن كل الفيربس يا بنزود دي إي دي أي إي دي بس ولا في منهم شكلهم بيتغير؟ إنهم شكلهم بيتغير، إن في تصريفات من برافو واحد عليكي. للتاني. تمام يبقى زي ما فهدو أنت قلتي وين عشان في شكلهم وأنت برافو عليكي. عندي اللي هنا في اللي حاطينهم في الدرس النهارده بصي حاطين drink drank وعندي بقت meet وعندي بقت found والhas والhave بقت. خلي بالك يا روزي ان دول هيتحفظوا. تمام. تمام ده انت قلتي لي الاكزامبل اللي هاني انا عايزاكي تحطي واحده من دماغي جبتي لي قلتي لي الاكزامبل اللي تحت. ها ماشي يا روزي ماشي. طيب تعالي نبص على الناحية التانية. وين يعني فاز بقت ايه won. باي بتبقى بوت جو went تيك. احنا عندنا في فيربات بنزود دي اي دي اي اي دي وعندنا فيربات تانية شكلها كله بيتغير ودي بنحفظها ملهمش قاعدة غير ان احنا نقعد نحفظهم. نقعد نحفظ ان go in the past بتبقى went drink in the past بتبقى drank find in the past بتبقى found. الهاف والهاز بنغيرها بنحولها لهاد. تمام طيب يبقى باي ان ذا باست بتبقى ايه؟ باي. لحظة، اوكي بوس بوت. تمام he took pictures yesterday واخد صور امبارح. خلاص احنا كده عرفنا ان احنا بنيجي على الفيرب يا رودي بنحط له دي يا اي دي يا اي اي دي يا اما شكله كله بيتغير وفي حاله ان شكله كله بيتغير يبقى دول بيتحذف. وكده النقطه دي واضحه ولا فيها حاجه مش واضحه؟ لا كده حاجة واضحة. عايزه تسالي في النقطه دي؟ عايزه لا تسالي حاجه؟ كده طيب تمام. تعالي بقى نرجع الصفحة اللي فاتت. أنا عايزة أشوف فين الـ keywords بتاعة الـ بصي يا وجه عندي في كلمات لما أنت هتشوفيها في الجملة هتعرفي إن خلاص الـ verb ده past. إيه هي الكلمات دي؟ إن أنا أقول لك yesterday yesterday إمبارح. أنا إمبارح عملت حاجة يبقى أمر طبيعي إن هو في الماضي. يبقى أنا عندي yesterday وعندي كلمة in the past وعندي ago ماشي. يبقى in the past
كلمة ago وعندي yesterday. ممكن أقولك last year، ممكن أقولك last month، last week، last Tuesday، last Monday، last January، last winter، last summer. يبقى كلمة last هتيجي معاها فترة زمنية، وهتيجي تاني in the past و ago و yesterday. كل الكلمات دول أول ما تشوفيهم تعرفي على طول إن الفيرب اللي قدامك ده تحطيه في أنهو تنس ويتش تنس. ماضي تمام، بس in English اسمه إيه يا روحي؟ بس سمبل Past simple اسمه إيه؟ بس Past سمبل simple. برافو عليكي. إيه بقى تاني إحنا عايزين نقوله؟ قال إيه إن أنا عندي verb to be، verb to be لما نيجي نحطه في الباست بيتقسموا لحاجتين، was and were. يبقى verb to be في الباست بيتقسموا لحاجتين، بيتقسم لإيه؟ يا was يا were. بيتقسم لإيه؟ يوز was and were، verb to be. حلو أوي. I, he, she, it ياخدوا was، you, we، you, they، you، we بياخدوا were. تمام، يعني أنا أقولك I was a teacher، I was a teacher يعني أنا كنت مدرسة. لما أقول لك مثلا they were clever، they were clever students، دول هم كانوا طلاب شاطرين، يبقى they were clever students. يبقى ال was وال were لما بتشوفيها بتعرفي إن برضو إحنا بنتكلم في الباست، بس verb to be بيتغير شوية، بيتقسم لإيه؟ يا am يا سوري، بيتقسم يا was يا were. مين بقى اللي بياخد was؟ المفرد اللي هو I, we, you, she, it. تمام، مين بياخد where؟ They, we, you, we. تمام، حلو قوي. You, they. بصي الاكزامبل بتاعنا بيقول ايه؟ رامي was at the pyramids yesterday. نمشي واحدة واحدة. أنا عرفت إن هي كانت yesterday امبارح، وهو كان رامي، ما كانش جمعي يعني، فحطينا verb to be بقت was، بقى رامي كان في الأهرامات امبارح، رامي كان في الأهرامات امبارح، يبقى رامي was at the pyramids yesterday. تمام؟ طيب ال sentence اللي وراها they were at the zoo last week. They were at the zoo last week. هم راحوا فين؟ في حديقة الحيوان الأسبوع الماضي تمام، ينفع أبدل where دي وأخليها مثلا was؟ وير وخلاها وولف ينفع؟ يعني ينفع ازاي؟ خليني تحديدك، ينفع ازاي ياخدوا was؟ لا ما ينفعش. أمال مين اللي بس اللي بياخدوا where؟ ال they وال you وال we. طيب تمام، انا لو عايزه اخليها was، لو عايزه اخليها was at the zoo ممكن اخليها I، صح؟ يبقى I was at the zoo yesterday، انا كنت في الزو yesterday، صح؟ I was at the zoo yesterday، تبقى كده جملة صح يا رودي، صح؟ صح تمام، يبقى انا كنت في حديقة الحيوانات امبارح. يبقى انا باكد دلوقتي يا رودي على verb to be، مين بياخد ال was في verb to be ومين بياخد ال where؟ الوز بياخدها ال I و he و she و it والوير بياخدها we yes و you they حلو قوي. طب تعالي بقى على الجملتين اللي عندي ال examples دول اللي هنا، دول اللي هي كانت رامي تمام، ورامي was at the pyramid yesterday و they were at the zoo yesterday. الجملتين دول أنا عايزة أحطهم في النيجاتيف، يبقى أنا عندي verb to be وكمان كان في الباست وعايزة أحطه في النيجاتيف، بيتعمل إزاي يا رودي؟ ممكن تقول السؤال تاني؟ أوكي، أنا عندي sentence رامي was at the pyramids yesterday، وعندي جملة تانية they were at the zoo yesterday last week. التو سنتنس دول انا عايزه احولهم للنيجاتيف، عارفه يعني ايه نيجاتيف؟ يعني في المنفي نفي تمام، عايزه اخليهم في النفي، in the negative.
فاعمل ايه يا رودي؟ هنخلي ووز تبقى وزنت و يس، وارد. برافو عليكي، اجي على الواز اخليها وازنت، والوير تبقى وزنت. واجي على الوير تبقى ويرنت. يبقى الجملة كده هتبقى رامي وازنت at the pyramids yesterday. لا، رامي ما كانش في الاهرامات امبارح. They were at the zoo yesterday، تبقى they weren't at the zoo yesterday. تمام، برافو عليكي. خلاص، يبقى احنا كده خلصنا من verb to be وخلصنا in the negative، صح يا رودي؟ صح، عرفنا verb to be in past وعرفنا النيجاتيف بتاعه بيتعمل ازاي، صح؟ معايا؟ معايا؟ ايوه طب في حاجة هنا عايزين نسأل فيها؟ لا طيب، أنا عندي الجملتين دول الحلوين برضو، تمام؟ أنا تمام. هعمل منهم question. أجي أعمل منهم إزاي question؟ هقول لك إزاي. أطلع ووز الأول وبعد كده أدخل رامي، اللي هو بنقولها زمان، كنا بنقولها بنعملها مقص، نعملها سي مقص، تبقى as the parents yesterday question mark. Was Rami at the pyramids yesterday؟ معنى السؤال ايه؟ هو رامي كان في الأهرامات امبارح؟ يبقى لما يجي verb to be بعمله ايه يا رودي؟ عايزين Again؟ انتي طيب. أقولها؟ لا، أقولها تاني يا رودي؟ أقول ازاي ايوه الكويستشن بتاع verb to be؟ ايوه طيب حاضر، هقولها لك تاني، هقولها تاني. دلوقتي أنا كان عندي، قلنا إن رامي راح الأهرامات امبارح، صح؟ ايوه لا، أنا مش عايزة أقولها جملة كده، أنا عايزة أسأل، أنا عايزة أسأل، هو رامي راح الأهرامات امبارح؟ فبعمل إيه؟ آجي على كلمة was دي وأخليها هي الأول، وآجي على كلمة رامي أخليها التانية، يعني بعملهم، ببدلهم، was ماشي؟ Rami بعمل إيه؟ ببدلهم، بقيت was، أيوه بقيت was رامي، كملي بقيت السنتنس بتنزل عادي خالص. يبقى was رامي at the pyramids yesterday، يبقى هو رامي راح اهرامات امبارح، بس نحط question mark. تمام، they were at the zoo last week. واحدة واحدة، خلينا ماشيين واحدة واحدة. they were at the zoo last week، هم كانوا في Where حديقة they at the الحيوانات zoo الأسبوع اللي last فات. week؟ برافو عليكي، where they at the zoo last week، هم راحوا جنينة الحيوانات الأسبوع. معايا؟ معايا؟ اوكي، شايفة الشير؟ لا مش موجود. اوكي، يبقى احنا كده هنلخص اللي احنا قلناه. خلينا نقول ان الباست سامبل تنس يعني ان احنا بنتكلم حاجه حصلت في الماضي. خدنا فيرب تو بي، فيرب تو بي بيتقسم ل was were I he she it، ياخدوا was، تمام، they you we ياخدوا were. الجمله لما تقول رامي was at the pyramids yesterday وانا عايزه اعملها نيجاتيف، يبقى باجي على الووز اخليها wasn't، واجي على الوير اخليها weren't، وبقيت الجمله بتنزل عادي خالص. تمام، يبقى رامي wasn't at the pyramids yesterday، لا رامي ما كانش في الاهرامات امبارح. لو انا قلنا they were at the zoo last week، تبقى they weren't at the zoo last week. تمام، تمام. لو عايزين نعملها سؤال بنطلع verb to be بره، صح؟ يبقى was Rami at the pyramids yesterday أو they were they at the zoo last week. طيب تعالي نشوف الجملتين اللي تحت دول.
She wasn't at home 2 hours ago. لا هي ما كانتش في البيت من ساعتين فاتوا. تمام. We went at the museum last week. احنا ما كناش في المتحف الاسبوع اللي فات. فلنفترض ان هي سنتنس عاديه مش نيجاتيف. تمام. فلو هي سنتنس عاديه هتبقى ايه؟ She was at home 2 hours ago. صح يا رودي اللي انا بقوله؟ ممكن تقولي تاني حلو قوي، عشان بس خليكي الصوت معايا. مش باين قوي. الجملتين دول، طيب خلاص بصي الجملتين دول. She wasn't at home 2 hours ago. هي ما كانتش في البيت من ساعتين فاتوا. صح؟ فلنفترض الجملة دي ما كانتش نيجاتيف، كانت تبقى جملة عادية. Affirmative statements، جملة مثبتة عادية، هتبقى إيه؟ Was سامعني؟ ايوه أقول تاني يا رودي؟ أقول لك المطلوب؟ مسؤولين عشان بصي طيب ماشي، خليكي معايا مفيش مشكلة. She wasn't at home 2 hours ago. هي ما كانتش في بيتها من ساعتين فاتت. خلاص؟ فدي negative statement، دي جملة منفية صح؟ أيوة. لا أنا مش عايزاها جملة منفية، أنا عايزاها جملة affirmative مثبتة. فتخليها لي إزاي مثبتة؟ جملة عادية يعني مش منفية، تبقى ايه؟ Was she she was at the home 2 hours ago. برافو عليكي. She was at home 2 hours ago. برافو عليكي. طب لو نفس السنتنس دي احنا عايزين نعملها question يا رودي، نعمل ايه؟ إيه سؤال هنخليها was she at home 2 hours ago. برافو عليكي، برافو عليكي. طيب we weren't at the museum last week. احنا ما كناش في المتحف last week. تمام. طيب اعمليها لي، خليها affirmative sentence، جملة عادية خالص مش negative، تبقى ايه؟ اللي هي الجملة الثانية جملة عادية affirmative مثبتة. اللي هي الجملة اللي بعد affirmative. home to home 2 hours ago الجملة اللي بعد we went Yes. to it at the museum last week. تمام. We were at the museum last week. طيب اعمليها لي سنت question. Where we at the museum last week. تمام، بس خلي بالك ان ال we بتتحول ل you. We في السؤال بنخليها ل you عشان احنا مش هنسأل نفسنا سؤال. تقريبا في الغالبية المعظم ان ال we بنحولها ل you. طيب يعني تمام، نخليها where you برافو at عليكي، the museum last you week. برافو عليكي. Where you at the museum last week. انتوا كنتوا في المتحف الاسبوع اللي فات. تمام، لان احنا في الغالبية احنا مش هنسأل نفسنا. تمام لحد كده بقى، هرجع بس اقول لك، اكد لك على الصفحة دي. يبقى لو احنا مش verb to be، لو احنا verb تاني يا رودي وعايزين نحطه في الباست، بنزود على الفيرب دي اي دي اي اي دي، بنزود على الفيرب ايه؟ دي اي اي دي اي اي دي تمام. وعندي الريجولار فيربس اللي تحت دول هتحفظيهم، شايفاهم؟ اللي انا عامله عليهم دايرتين. بعدين يمس اصلا الشر مش موجود يعني. تمام. page 175، مش انت عندك الكتاب يا رودي؟ ايوه معايا من فتحها اصلا عشان طيب كده. تمام، page 175 عندك. drink drank make made find found عملت has to عليها have عملت had عليها win won but. طيب تمام، دول هيتحفظوا كويس جدا جدا. تمام، دول المهمين في الدرس بتاع النهارده. هنقف لحد هنا عشان طبعا مش هينفع ابدا اشرح حاجه جديده. وتاكدي تحفظي على الوقت او الكي ووردز اللي بتدل على الباست، زي in the past, ago, yesterday, و last year, last month, last week, last Tuesday. كل الكلمات اللي بتدل على الباست. خلاص؟ ماشي يا رودي؟ جزئية بقى النيجاتيف والكويستشن بتاعت بقية الأفعال